لمثل هذا فليعمل العاملون. الله خليفتي فيكم وكفى بالله خليفة. ثم صار يوصي أبناءه، أريد أقرأ جملة من وصايا علي بن أبي طالب، علماءنا فقهاءنا يوصون الشباب يقولون اقروا هذه الوصية، هذه منهج حياة، أقرأ لك أسطر من هذه الوصية. ثم صار يوصي أبناءه وعياله مخاطبا الحسن والحسين: أوصيكما بتقوى الله، وإن لا تبغي الدنيا وإن بغتكما، ولا تأسفا على شيء زوي منها عنكما، وقولا بالحق واعملا للأجر، وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. ثم قال عليه السلام: الله الله بالصلاة، فإنها عمود دينكم. الله الله بالزكاة، فإنها تطفئ غضب ربكم. الله الله في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن تركتموه سلط عليكم شراركم. الله الله بالمساجد، فإنها بيوت ربكم لا تخلون منكم. الله الله بالقرآن، لا يسبقنكم للعمل به غيركم. الله الله بالأيتام، بالأيتام لا تغبوا أفواههم بجفوتكم. ثم قال: يا أبناء علي، لا ألفينكم تخوضون بدماء المسلمين خوضا، تقولون: مات علي، ألا لا تقتل النبي إلا قاتلي. ثم التفت إلى الإمام الحسن عليه السلام: ولدي، إذا أنا مت فغسلني وكفني وحنطني بفاضل حنوط رسول الله، ثم ضعني على سريري، ولا يتقدم منكم أحد مقدم السرير، وارفعوا مؤخره واتبعوا مقدمه، فأينما يوضع المقدم فضعوا المؤخر. ثم تقدم يا أبا محمد وصل علي وكبر سبعا، واعلم أن ذلك لا يحل لأحد من الناس إلا لرجل من ولد أخيك الحسين يسمى القائم المنتظر، يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. ثم يا حسن إذا فرغت من الصلاة، ثم يا حسن إذا فرغت من الصلاة، إذا فرغت من الصلاة فنح السرير عن موضعه، ستجد قبرا محفورا ولحدا مثقوبا وساجة منقوبة، فضعني في هذا اللحد يا حسن، ثم أهل التراب علي. يلا هيو قلوبكم يلي تسمعني، الليلة جمعة، الليلة ليلة القدر، الليلة وفاة أمير المؤمنين. بينما أمير المؤمنين يوصي بوصاياه إذ عرق جبينه، شافت زينب يمسح عرقه بيده، قالت لأبويا: يا علي، أراك تمسح عرقك بيدك. قال: بني زينب، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن المؤمن إذا نزل به الموت عرق جبينه وسكن أنينه. قامت زينب وذبت روحها على صدر أبيها أمير المؤمنين: أبا يا علي، يا علي، يا علي. قد ما نقول يا علي ما نشبع، حلو اسمك أبو حسين. أبا يا علي، يا علي، يا علي.
فتحنا أمير المؤمنين ما تريدين يا زينب؟ قالت حدثني بحديث كربلاء كربلاء كربلاء. ماكو إمام من أئمتنا ما ذكر كربلاء آخر ساعاته. قال بنية الحديث كما حدثتك أم أيمن، ما أقدر أفصل لك أفصل لك مصايب كربلاء يا زينب، مصايب كربلاء تشيب الطفل الصغير، مصايب كربلاء تهدم ركن الرجل القوي، مصايب كربلاء صعبة يا زينب. ما أحدثك بهذه المصايب، لكن يا زينب أكو مشهد من مشاهد كربلاء يقرح قلبي ويؤذيني. ما هو يا علي؟ قالها زينب كأني بك وبنساء أهل بيتك أسارى بهذا البلد خاشعين، تخافون أن يتخطفكم الناس من حولكم فصبرا صبرا. زينب هذه مو أول مصيبة، ترى أكو مصايب تشوفينها يا زينب. زينب انظري إلى أبي محمد الحسن، خلي أعدد لك المصايب الليلة، أريد تبكي وتدمع عينك ومأجور. هذا أول واحد أبو محمد الحسن. زينب يجي يوم تشوفين كبده مقطع في ذلك الطهشت، زينب يجي يوم تشوفين السهام على جسده وهو في نعشه. بعد خليك هناك ويا علي، صار يتلفت يمينا وشمالا عمن تبحث يا علي يا علي. قال وين ابن العزيزة أم البنين، وين ابن الحبيبة أم البنين؟ اجا أبو فاضل قبل إيد أمير المؤمنين، قالها شوفوا يا زينب هذا العباس خلي أحكي وياه وسمعي. قال له وانت وانت يا أبو فاضل سهم يخسف عيونك، وانت يا ابو فاضل يا ابو فاضل يا ابو فاضل سهام يخسف عيونك والعمد بيطلع دماغك من جبينك او تتقطع شمالك على الغبرة ويمينك. ها زينب بعد تتحملين؟ اكو بعد مصيبة. قالت قول بويا يا علي. نادى وين الحبيب وين العزيز وين الحسين، وجني اشوف حسين مرمي على الغبرة، وجني اشوف حسين مرمي على الوطية يرفس برجله وعلى صدره دعية دعية وينزل شمر والدو الصدر الأعوجية. قالت له بس كافي بعد بويا، هاي المصايب ما نتحملها. قال لا بعد اكو مصيبة، بعد اكو مصيبة مو إلش زينب، اريد اخاطب اخوانك بيها. التفت صاح حسن حسين عباس اخوان زينب اخوان زينب، العقيلة العقيلة المخدرة اللي تنضرب لمثال بيها، شي يصير بيها؟ توقف وسط ديوان تتستر بديها، والغرب من كل صاب تتفرج عليها. قالت لابويا يا علي انت انت المحامي انت الكفيل، بويا انت الخيمة، اذا مضيت من الذي يكفلني من الذي يحميني؟ قالها بنيتي زينب دونك هؤلاء الشباب الفتية، الآن اختاري واحد من اخوانك حتى انفذ له الوصية. صارت زينب تقلب طرفها بين اخوانها واحدا واحدا، وكل واحد يتمنى زينب تختاره، كل واحد يتمنى يحظى بشرف كفالة زينب.
إلى أن وقعت عينها على أبي الفضل العباس، أشارت عليه قلها يا من إخوانك وتختارين لا باس، كلهم صناديد وضياغم ترفع الراس، هذا الحسن وحسين ومحمد وعباس، كلهم ضياغم ما يهابون المنية. قالت أريد من إخوتي اللي يخدموني، وما الحسن وحسين تخدمهم عيوني، إخواني كلها بطال كانت خيروني، كافل أختار البطل عباس الشفيع. أريد أقرأ هذا البيت يلي تسمعني وأدري راح يوجع قلبك، إذا دمعت عينك وبجيت تطلب حاجتك قول يا الله بأمير المؤمنين شافي مرضانا، يا الله اقضي حوائجنا، يا الله فرج عنا. نادى أمير المؤمنين قالها ما يخالف زينب بنتي العزيزة، قعد العباس خلى إيده بيد زينب، ثم صار ينظر إلى أبي الفضل العباس ويأشر على زينب، قال له عباس شايف يا ابو فاضل معزتها وقدرها، ابو فاضل مدة حياتي محجبة ما حد نظرها ما حد نظرها، للضيع ليكون من بعد العدا يهتكو سترها، وتروح مسبية على ناقة هزيلة. قال أبويا 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 بزينب توصون عباس، وزينب وديعة آل هاشم خيرة الناس، والله تاج وحلاة التاج يتخلّى على الرأس، يا بوي لتوصون بالحار الوديعة، ألا من مناد وعليا. التفت أمير المؤمنين إلى أبنائه وعياله، رآهم تكاد تخرج أرواحهم من البكاء، صار يناديهم بأسمائهم واحدا واحدا ويقول الله خليفتي فيكم وكفى بالله خليفة ولمثل هذا فليعمل العاملون. ثم أوصى أبناءه من غير فاطمة أن لا يخالفوا أبناء فاطمة، يعني الحسن والحسين. ثم صار ينادي أستودعكم الله جميعا، سددكم الله جميعا، حفظكم الله جميعا، مأجورين يا مؤمنين مأجورة يا زهراء. ثم أن الإمام عرق جبينه وسكن أنينه ومد رجليه وأسبل يديه وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وفاضت روحه الطاهرة، ألا من مناد وإماما، ألا من مناد وعليا. ضجت الكوفة ذلك اليوم بالبكاء والنحيب، فكان كيوم قتل فيه رسول مات فيه رسول الله،
الحسن والحسين شالوا جسد أمير المؤمنين وضعاه على المغتسل. الحسين يصب الماء والحسن يغسل أمير المؤمنين، وإذا بصوت الحنون عند باب المغتسل: يا حسين يا حسين شيل عمامته وللجرح شدوا وبهداي فوق المغتسل يا حسين مدوا، وهذا يا بعد أهل القطن للراس خلوه بهداي غسل والدي بمدامع العين. ليفي دمع على الوجه يا ابن الشفية، خاف يغسل بالدم الشيبة البهية، والله لو تتركوني كان غسلنا بدي بيدي أغسل والدي بمدامع العين. كهف منيع وحصن عالي 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 وحيف ما دام انظلل علينا وانهدم من جور الايام، ضاعت بعد عينا حريم وضاعت ايتام، مثلك يا بويا ينوجيت في العالم منين؟ أدري حسيني أدري حسيني وتحب الحسين، ويشفي قلبك وغليلك ذكر الحسين. قام لها الحسين دمعة وأسألكم الدعاء، ضم زينب إلى صدره رجعها إلى الدار. زينب اطمئني أنا موجود، الحسن موجود، العباس موجود. سيدي رجعت زينب سالمة إلى حجرتها. مولاي حسين يوم العاشر اجتك وانت على التراب، تقول لك حسين حرقة والخيام هجموا على الأطفال. أبو علي ما قمت لزينب ورجعتها إلى الخيمة. أبو علي والله كلمة ما تقال إلا عشرة محرم فقط، لكن ليلة القدر وليلة وفاة أمير المؤمنين. أبو علي وزينب على جسدك اجى الشمر، أبو علي شلون يوخر زينب صار يرفسها برجله على خاصرتها، صار يضربها بالسوط. زينب قامت تحكي ويا الحسين تقول له خويا، هذا سؤال من زينب: خويا لو قعد انك بيمناي بيمناي تقدر ترد للخيم وياي، خويا لو قعد انك بيمناي تقدر ترد للخيام وياي. جاوبها الحسين بجت عين الغريب وهل دمعته، اسمع، بجت عين الغريب وهل دمعته، من شاف الشمر ثنى ركبته. اي صاحت صاحت بت علي للدوس جثته، صاحت بت علي للدوس جثته، قالها اظنك زينب اخته، قالها اظنك زينب اخته، يا زينب يا زينب على عنادك رفسته.